أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصحافة اليوم. هذا البرنامج الذي نطالع فيه أهم الأخبار والموضوعات الصادرة في الصحافة المصرية صباح الغد، نتعرف على بعض الموضوعات الهامة وبعض العناوين ونتعرف على أهم هذه الأخبار، نتناقش حولها، نتعرف على المزيد من التفاصيل منها. يا سيدي، أن يكون معي ضيفا في حلقة اليوم الأستاذ بشير عبد الرؤوف الكاتب الصحفي بجريدة روزا اليوسف. أهلا بحضرتك أستاذ بشير. أهلا وسهلا بك. بداية هنتناول الحقيقة جريدة روزا اليوسف تناولت موضوعات عديدة وعناوين هامة، ولكن كما تعودنا في برنامج الصحافة اليوم بناخد الأبرز من هذه العناوين، وبكل تأكيد الحدث الأبرز هناخده من الصفحة الثانية، وهو بموضوع في اليوبيل الماسي للمركزي للمحاسبات الرئيس يمنح العاملين بالجهاز وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى. هناك أيضا كان ملحق بهذا الخبر من ضمن منجزات الجهاز المركزي تضاعف الاحتياط النقدي إلى 36 مليار دولار في يوليو الماضي. طبعا بكل تأكيد هناك عيد ماسي واحتفالات لدور جهاز المحاسبات خصوصا في الفترة الأخيرة، وكانت بتحتاج دور هام جدا ودور رقابي ودور فاعل لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية. اتكلمنا حضرتك يا ريت عن بعض من هذا الدور وكلمة السيد رئيس الجهاز لواء هشام بدوي. بداية بنقول لكل الناس كل سنة طيبين، وإن كان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهاز المركزي للمحاسبات ومنح وسام حمل معه أخبارا جديدة مع انتظار الجميع لبيان السعودية بعد الليلة حول تحديد موعد العيد، ليكون العيد عيدين مع الأخبار التي أعلنها الرئيس وأيضا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلال زيارته للجهاز المركزي للمحاسبات في عيده الماسي بمناسبة مرور 75 على إنشائه، والذي قام فيه بمنح بعض المتميزين والقائمين على العمل فيه وأيضا تكريمهم لما بذلوه خلال الفترة الوجيزة الماضية لما قدموه من عطاء من أجل مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال زيارته في كلمته التي استهل فيها عن أهمية الجهاز المركزي للمحاسبات وأنه جهاز رقابي هام ليس على مستوى الدولة فقط ولكن دول العالم أجمع تتجه إلى مثل هذه الأجهزة الرقابية، ليس فقط لضبط حالات فساد ولكن لكي يكون هناك حالات انضباط داخل الأجهزة الحكومية. وأيضا أثنى على ما قام به العاملون في الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفترة الأخيرة من أداء ساعد كثيرا على إعادة المنظومة داخل العمل الحكومي، وأيضا وضع هيكلة وصورة جديدة لما يمكن أن يقوم به المسؤولون داخل المصالح الحكومية والهيئات والجهات الحكومية المختلفة. بالفعل أيضا كانت هناك نماذج إنسانية داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث صعدت وللمرة الثانية نجلة الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق. نعم. وكانت لفتة إنسانية من السيد رئيس الجمهورية وأيضا زوجته، ولعل هذا الحدث يعيد إلى أذهان المصريين كيف يكون التكاتف، كيف تكون اليد الواحدة داخل هذا الوطن الذي لم يكن يوما يدا وحدها بل كان الجميع يدا واحدة. صحيح. السيد هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في كلماته أوجز عن كثير عن الجهاز المركزي، وأيضا أعطى نموذج هام عما كانت ثمرة لما قام به الجهاز خلال الفترة الأخيرة. نستوضح من خلالها يعني إيه جهاز مركزي للمحاسبات. وضح السيد هشام بدوي أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بكشف العديد من المخالفات داخل الأجهزة الحكومية، ولكن أكد أن هذه المخالفات ليست فقط هي وسيلة الجهاز لكشفها، ولكن أيضا كان بمثابة الموجه لهذه الجهات. لكي تكون هذه وسيلة
لوقف أي تلاعب أو سد الثغرات التي تسمح بالمخالفات. يعني نقدر نقول أو إذا يعني صح التعبير ضبط المخالفات وتصحيح المسار أحيانا. بالفعل لأن الأمر إذا كان هناك مخالفة لازم يكون فيه سبب للقيام بهذه المخالفة. هناك ثغرة وقد تكون المخالفة غير مقصودة، وهذا ما هذا ما يستبان بالفعل دائما أثناء إجراء الجهاز المركزي للمراجعات يعني والتحقيقات، بيتضح له إذا كانت هناك أخطاء مقصودة أم غير مقصودة نتيجة أن هناك عمل. لأن أي عمل إذا كان هناك شخص بيقوم بعمل باستمرار لابد أن يكون هناك خطأ، فهل هو خطأ مقصود أم خطأ؟ يعني إذا أستاذ بشير نقدر نعتبر حتى الإعلان المطروح تحت الخبر ده إن مسألة تضاعف الاحتياطي ل 36 مليار يعني ده بيبرز جانب من عمل الجهاز المركزي للمحاسبات وفق المعايير اللي حطها في الفترة الأخيرة. يعني بحسب تصريحات السيد هشام بدوي إن حتى يونيو 2014 كان الاحتياطي النقدي 16 مليار دولار. بنهاية يوليو الماضي 2017 تحديدا عدنا إلى 36 مليار دولار التي كانت قبل أحداث يناير 2011. تمام. وأيضا ذكر شيء هام جدا أنه كان هناك عجز في الموازنة بيقدر ب 3 مليار و 405 مليون دولار، أصبح هناك فائض ب 7 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة. إذن الأرقام تتحول، ليس فقط ضبط الأرقام وإعادتها إلى معدلاتها الطبيعية ولكن أصبح هناك فائض. وأيضا تحدث السيد هشام بدوي أن هناك خفض لمعدلات البطالة في مصر مع هذه الأرقام، ولكن نتمنى المزيد من العمل. يعني مع تنامي هذا الدور لهذا الجهاز المهم بكل تأكيد هي تعتبر خطوة فعالة جدا في مسألة الإصلاحات الاقتصادية. تمام. طب أستاذ بشير نتجه أيضا لموضوع آخر من الصفحة الثانية. كرم جابر رئيس الوزراء شدد على انتهاء من تطوير المؤسسات الصحفية خلال 3 سنوات. هي مؤسسة صحفية ولا نخفي رؤوسنا يعني في أن نعلن أنها في حالة من الترهل على مدار السنوات الأخيرة الماضية، ومسألة الضبط دي هل هي هتكون في صورة هيكلة، إعادة هيكلة، هل هي إضافة تطوير وإضافة، هل هي عمليات دمج لبعض المؤسسات؟ أفهم برضو من حضرتك طبيعة هذا الخبر. هو الدمج كان في فترات سابقة. نعم. وعندما كان يقلقنا كثيرا داخل المؤسسات القومية الحديث عن الدمج، جاءت كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتؤكد وتطمئن جميع العاملين في المؤسسات القومية بأنه لا مساس على الإطلاق. ده بالعاملين ليس طبيعي. فقط ليس فقط لا مساس وسوف تكون هناك هيكلة، ولكن بقاء الحال على ما هو عليه، لأن المؤسسات القومية كما أكد السيد كرم جبر في تصريحاته لمحرري رئاسة الوزراء عقب اجتماعه مع السيد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن الرئيس أكد على أن المؤسسات القومية هي قضية أمن قومي. صحيح. وأنها ذات أهمية للمواطن وتعكس رؤى الدولة، بل تصحح الرؤية لدى المواطن ولا يمكن الاستهانة بدورها على الإطلاق. فكانت توجيهاته بدعم المؤسسات القومية وعملية الإصلاح. الأمر كله في مديونيات قائمة منذ عشرات السنين على هذه المؤسسات القومية. ما ده اللي كنت استوضحه معاك استاذ بشير، كتير من العاملين في مؤسسات الدولة بيربطوا ما بين مسألة التطوير وإعادة التطوير او إعادة توزيع الأدوار من جديد ومسألة الهيكلة، انها قد تكون بتمس ببعض العاملين بحقوق العاملين وما ذلك. برضو عايز توضيح على النقطه دي، مسألة التطوير كيف هو الامر ان ده يعني. احنا دورنا في فلك لفتره لسنوات وكانت ازمه تحويق بنا جميعا داخل مؤسستنا، ان الـ 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 الاموال او الديون المتراكمه منذ عشرات السنين على المؤسسات، سواء كانت ديون لجهات حكوميه او شركات ورق او ايضا تامينات وما الى ذلك، كانت بتضغط على المؤسسات ومحاولة البحث عن بدائل، كان ده بيؤثر على العمل داخل المؤسسة. صحيح. فأن يكون هناك حالة من الانتعاش أو التصرف في هذه المديونيات
سوف يعيد العمل إلى طبيعته ونبدأ من نقطة الصفر بمنظومة جديدة. هذا كل ما كتب هذا كل ما يعنيه السيد كرم جابر بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية. ننتقل لموضوع آخر وعنوان آخر من الصفحة السادسة. نائب وزير المالية لروزا اليوسف: الحكومة تبدأ تطبيق نظام التأمين الصحي قبل نهاية العام. 10 منظمات دولية تعرض على المالية تقديم الدعم الفني للنظام. برضو أعرف من حضرتك تفاصيل هذا الخبر. هو بصراحة تصريحات الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية كانت جريئة جدا، وفعلا تحسب له أنه بالفعل أوضح أن هناك مشكلة. لم يتحدث عن أن مصر لديها منظومة وأن ليست هناك مشاكل في التأمين الصحي، بل تحدث بصراحة وطلاقة أن هناك مشكلة ومشاكل متعددة في تطبيق نظام التأمين الصحي. أن المواطن ينفق حوالي 50% من موارده على الصحة، التأمين الصحي به مشاكل ولا يفي باحتياجات ولا المواطن، ولا يؤدي الخدمة المطلوبة. يعني ولا يؤدي الخدمة المطلوبة ضعف المقام الأول. صحيح، هناك مشاكل لدى الأطباء، هناك كموارد بشرية، هناك مشكلة في البنية التحتية داخل المستشفيات. وأعتقد أن وزير الصحة هناك بعض المساعدين له الذين تم تحديدهم مؤخرا بيقوموا بزيارات مفاجئة، ليس لكشف فساد أو ما إلى ذلك، ولكن لنقل الصورة على الطبيعة لحل أزمة والبحث عن مشكلات للتعرف على المشاكل على الطبيعة. صح. لأنه صحيح. عندما تكون هناك زيارة للأسف المستشفيات بتفرش بالورود والياسمين. يعني نخرج بقى من النمط ده، يعني لأن الحقيقة نخرج في بالفعل فترة طويلة بالفعل بالفعل يعني دكتور مفرغ محمد يعني مش بالفعل أي شكل دكتور محمد معيط يعني. قال صحيح. إن احنا محتاجين فعلا لسنوات طويلة علشان نقدر إن احنا نعيق أو نطبق التأمين الصحي بمنظوره الشامل ليصل لكل المواطن لكل المواطنين بلا استثناء. فهناك من الشركاء مع مصر حوالي 10 منظمات مدنية سوف تمد يد العون سواء بالتدريب أو بالموارد المالية لإعادة هيكلة وصياغة نظام التأمين الصحي. يعني إن شاء الله ننتظر على في خلال السنوات القادمة نظام تأمين صحي لا يقل عن مسيره في الدول الأخرى. نتمنى هو إن المواطن يدخل المستشفى يحصل على الخدمة الكاملة، ما يرتبطش الطبيب بلست أدوية مطلوب انه يعالج. هو الاول بس يجد العلاج، يجد الرعاية، وهو ده المطلوب، هو ده المطلوب والطبيعي كل النقص يعالج يعني بإذن الله. طيب تمام، ننتقل الى سؤال اخر، عنوان اخر عفوا من الصفحة السادسة، وجريدة روزا يوسف ايضا بتقول: ننشر تفاصيل انشاء 16 محطة تحلية لمياه البحر، خمس محافظات، 4 في محطات في مطروح، و6 محطات بشمال وجنوب سيناء، و4 محطات في البحر الأحمر، ومحطتين في بورسعيد. برضو أعرف من حضرتك تفاصيل هذا الخبر، وهل مسألة التحلية دي اللي احنا بدأنا نسمع عنها في الفترة الأخيرة واتجاه مصر إلى مثل هذا الأسلوب في التعامل مع المناطق التي لا يصلها مياه النيل، هل هو ممكن يعوض أيضا جزء من الفاقد من مياه النيل، ولا كيف ترى الأمر حضرتك؟ احنا دائما بنبدأ يومنا بالمية وبننهيه بالمياه، حتى إن ما كانتش المية اللي ممكن نستخدمها صالحة للشرب، ولكن ممكن نكون ممتعضين من استخدامها إنها غير صالحة للشرب وإنها غير أدمية. مسألة تنقية يعني عملية تنقية. أعتقد إن تحلية المياه أمر هام جدا لكل مواطن، إن إحنا نستخدم محتاجين المية، يعني وجعلنا ما يكون بين الماء كل شيء حي، أساس الحياة طبيعي، أساس الحياة لا يمكن إنكار ذلك إطلاقا. الإعلان عن هذه المحطات من قبل وزير الإسكان أعتقد أنها بتنقل البشرة لخمس محافظات، هي مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، وبورسعيد. ولعل في هذا الخبر كما أعلن وزير الإسكان هناك نقطة هامة على الجانب السياسي ونقطة أخرى على الجانب العلمي. على الجانب السياسي هناك 4 محطات سوف يتم إنشاؤهم في حلايب وشلاتين وأم رماد، وأعتقد أن هذا يعتبر بمثابة سيطرة للسيادة المصرية على هذه المناطق التي طالما كانت على مدى سنوات مهمشة. هذه المحافظات كانت مهمشة وبالفعل ومسار حديث بين مصر والسودان من على الجانب الآخر، ولكن أعتقد أن مجرد أن تقوم مصر بأعمال بنية تحتية هناك يؤكد السيادة المصرية لها. أما على الجانب العلمي، ألا حان الوقت
والنداء للسيد وزير الإسكان على حان الوقت بأن يتم بالفعل الاستفادة من كافة الخبرات العلمية في مصر وعلماؤنا المصريين بما قدموه من دراسات حول تحلية مياه البحر والاستفادة منها بما ينعكس على المواطن وبالفعل يقلل الفقد من كميات المياه، وأن هناك صراع الآن على المياه وحديث عن حرب على المياه. أعتقد أنه على الأقل بالتأكيد هو لدينا من المخزون العلمي والكوادر والكفاءات وبكل تأكيد ده التي نحتاج إلى الاستعانة طبيعي. إن شاء الله برضو نتمنى يكون هذا الموضوع مهم جدا، نتمنى ليعاد الدور والحياة بطبيعتها وحقوقها إلى هذه المحافظات اللي كانت مهمشة بعض الشيء في بعض الخدمات. طب ننتقل لموضوع آخر من الصفحة السادسة وجريدة روز اليوسف أيضا، لازلنا الخبر بيقول نص تبحث مع الصندوق السعودي متابعة برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء. طبعا الوزيره وزيره الاستثمار والتعامل الدولي صحه النص حقيقه بتبذل مجهودات هامه جدا في مساله جذب وجلب استثمارات جديده. برضو اوصل من اعرف من حضرتك اهم ما وصل اليه موضوع تنميه سيناء ومبادره الملك سلمان بن عبد العزيز بالمليار ونصف في هذه التنميه. اثني بدايه على تحركات السيده صحر نصر وزيره التعاون الدولي والاستثمار، وانها بالفعل سيده ليست لها نظير في الحكومه الحاليه على مستوى الـ 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 النوع. وبالفعل أرى تحرك عن قناعة واقتناع بالفترة المهمة التي نعيشها وأهمية التنمية وتحديدا في سيناء. هذا الأسبوع بتشهد سيناء زيارات متعددة من قبل وزيرة التعاون الدولي والاستثمار وكلها مشروعات قومية، لأن سيناء قضية أمن قومي، وأن يكون هناك تنمية على أرض سيناء في حد ذاتها حفاظ على أمن مصر القومي، تأكيد على السيادة المصرية. لأنه عندما يكون هناك تنمية في منطقة حدودية هذا يؤكد على تواجد السيادة الدولة، وأيضا تعمير هذا المكان يدفع أصحابه إلى الدفاع عنه بكل تأكيد، لأنهم هم القائمين على المستثمرين والقائمين والمواطنين كل بالفعل بلا استثناء. صحيح. المشروعات اللي بيتم متابعتها حاليا أهمها في المرحلة الأولى جامعة الملك سلمان وربط طرق بالطول 909 متر 909 كيلو متر مربع. المرحلة الأولى تحتاج إلى 130 مليون دولار، أما إجمالي المرحلتين هما 1.5 يعني مليار دولار موزعة على المرحلتين، وهناك خمس سنوات سماح خمس سنوات سماح والمدة الكلية للمشروع 20 عام لتسديد المبلغ، ولكنها كلها مشروعات بتصب في مصلحة المواطن، منها صناعية وزراعية وأيضا ربط الطرق. حياة متكاملة بالتأكيد طبعا، ربط الطرق بالدلتا طبعاً. وده مهم جدا، سوف يعيد صورة حضارية جديدة بالإضافة إلى توفير 25 ألف فرصة عمل لأهالي سيناء تحديدا. تحديدا ننتقل أخيرا لبرضو موضوع آخر من أيضا من الصفحة السادسة، سكة الحديد ترفع حالة الطوارئ استعدادا للعيد. برضو أعرف من حضرتك طبعا هي هتدخل في مرحلة تطويرات. الوزير أعلن وزير النقل على أن هناك خطة واستراتيجيات للتطوير سواء مزلقنات الكهرباء، إضافات الأعمال الإلكترونية، إعادة تأهيل بعض العاملين. برضو أعرف مسألة الاستعداد لفترة العيد دي تحديدا. الشق الأول الخاص باستعداد فترة العيد هو يكاد يكون بروتوكول سنوي وبروتوكول مع كل مناسبة أن يكون هناك استعداد، ولكن ولأول مرة السكة الحديد بتقوم بحجز تذاكر القطارات بالرقم القومي، وذلك لتجنيب بيع السوق السوداء. أيضا لكل راكب أو كل شخص هيحصل على أربع تذاكر فقط من الشباك، ويقوم بتقديم الرقم القومي وأيضا أسماء المسافرين قد تحتاج إليهم الهيئة فيما بعد لأسباب لدى الهيئة. ده إجراء جديد. إجراء جديد. ولكن أما ما يخص الحديث عن السكة الحديد في الفترة الحالية لما تأثر به المواطن في كل مكان على مدى أسبوعين ماضيين، وتحديدا من حادث الإسكندرية واستعادة الحديث عن تطوير السكة الحديد على مدى 17 عام منذ حادث قطار 2000 الذي اشتعل بركابه،
والحديث عن التطوير المستمر والحديث عن كهربة المزلقانات. قليلا ما يتم كهربة بعض المزلقانات ثم نعود مرة أخرى إلى الحديث عن التطوير بعد كل حادث. عام 1892 تم إنشاء أول خط سكة حديد لشركة بامتياز شركة أجنبية، وهو خط سكة حديد حلوان. هذا الخط صارعت الحكومة المصرية على أن تقتنص المشروع من تلك الشركة، وتم تسوية الأموال المدانة بها الشركة مقابل عملية البيع. بدأنا مسألة الانتقال دي، لكن مسألة الإجراءات من ضمن حضرتك اللي أوضحته في الاستعدادات، مسألة التذاكر، حكاية الأسامي دي، المواطن ما يندهش إذا طلب منه أسامي المسافرين. هل هناك إجراءات جديدة أخرى تتخذ؟ هو الجديد مع التزاحم على القطارات وكثرة مواعيدها، سوف تكون هناك الورديات مستمرة على مدى الأربعة أيام، لن تكون هناك أجازات إطلاقا لمهندسي ومفتشي السكة الحديد. التأكيد على صيانة القطارات برضو كان أكثر أو بشكل أدق. سوف تكون هناك احتياطات لازمة وفريق فني متكامل لمتابعة مسارات كافة قطارات السكة الحديد على جميع الخطوط على مستوى الجمهورية. نتمنى هذا الانضباط لهذا القطاع المهم والمؤثر في الدولة لحين إن شاء الله بدء استراتيجيات التطوير اللي أعلنها السيد وزير النقل. في نهاية حلقة اليوم أستاذ بشير عبد الرؤوف الكاتب الصحفي بجريدة روز اليوسف، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التوضيح وهذه المعلومات الهامة. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للمسؤولين والقائمين على تنمية والارتقاء بهذا البلد. نتمنى وكل سنة طيبين. شكرا فندم، صحة والسلامة فندم. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم برنامج الصحافة اليوم، نلقاكم غدا وفريق عمل جديد. دمتم في أمان الله.